اسمع يا سيدي، احنا قلنا فرنسا اعلنت الحماية على المغرب في سنة 1912 لحد سنة 1956، وارتكبت فرنسا حماقة كبيرة جدا في سنة 53 ان قامت بنفي السلطان محمد الخامس برفقة ولي العهد الحسن الثاني من 53 الى 55 الى كورسيكا ثم الى مدغشقر، لأن السلطان محمد الخامس رفض التوقيع على أي اتفاقيات مع الحماية الفرنسية. ومن ثم قامت السلطات الفرنسية بارتكاب حماقة أكبر، وهي تنحية السلطان محمد الخامس وتعيين محمد بن عرفة سلطانا على المغرب. وكانت هذه القشة التي قثمت ظهر البعير والنقطة التي أفاضت الكأس عند المغاربة. خرج المغاربة عن بكرة أبيهم، وتكون جيش التحرير المغربي، جيش التحرير التابع للجنة التحرير المغرب العربي في القاهرة. خلي بالك هنرجع للقاهرة تاني، لأن دايما تلاحظ في التاريخ القاهرة والمغرب، وحدثت أعمال مسلحة في أمزار وفي تطوان وفي مناطق عديدة من المغرب، والمغاربة رفضوا يحتفلوا بعيد الأضحى، ورفضوا أن يذبح محمد بن عرفة الأضحية لأنه شافوا أن هو ليس ملكا شرعيا للبلاد. وهذا يدلك على، يعني يوصلك لنقطة، أن المغاربة وملكهم كده يعني يد واحدة، ما يمس الملك يمس المغرب، وما يمس المغاربة يمس الملك، وهما متمسكين بملكهم. فحصل تعطل في الحياة السياسية، ويعني حصل شلل تام في الحياة، مما اضطر فرنسا في سنة 55 إلى عقد مؤتمر اسمه إكس ليبان في فرنسا، وكان حاضر حوالي 37 شخصية مغربية بارزة من زعماء الأحزاب والشخصيات الهامة في المغرب يعني، إضافة إلى شخصيات فرنسية. وتمخض هذا المؤتمر على عودة السلطان محمد الخامس ليباشر استقلال المباحثات على استقلال المغرب، وفعلا نال المغرب استقلاله سنة 56، واتخذ السلطان لقب ملك سنة 57. وحكي لكم طرفة كده في النص على موضوع القاهرة وموضوع كان زمان المغاربة يحجون عن طريق مصر، يعني كانوا لازم يعدوا على مصر على مدينة اسمها سفاجة، وبعدين منها على السعودية. ففي احد الملوك يعني منع المغاربه انهم يحجوا عن طريق مصر، وبعد فتره من الزمن كام سنه كده جه ملك وقال لك لا خلاص خلي المغاربه يجوا يحجوا عن طريق مصر. فالمغاربه هم رايحين يحجوا، اول ما وصلوا مصر يعني فوجئوا بحاجه غريبه جدا، لقيوا المصريين طالعين عن بكره ابيهم، لقيوا المصريين طالعين رجالا واطفالا ونساء وفرحانين بيهم وبياخدوهم بالاحضان، وكان المغاربه هم مصريين وكانوا غايبين عن مصر ورجعوا مصر تاني. يعني شوف الحفاوة الاستقبال، شوف عشق المصريين للمغاربة، دائما هناك المغاربة في القلب والمغاربة في قلب المصريين والمصريين في قلب المغاربة من زمان، مش من النهاردة يعني الموضوع طويل جدا. نرجع لموضوعنا. ومن ثم عاد السلطان محمد الخامس، وأذيع عودة السلطان محمد الخامس عن طريق إذاعة صوت العرب في القاهرة، ونال المغرب استقلاله سنة 56. وكل عام وأنتم بخير أيها المغاربة الأبطال الأحرار، وكل عام وجلالة الملك بخير، وكل عام وأنتم جميعا بخير، والسلام عليكم.